هنعمل اليوم ان شاء الله كيكة اناناس طريقة امي وامك وستي وستك، طريقة اللي من زمان. خلينا نقول النار من هنا صغيرة، هذه نوديها في اللي اكبر. عندي هنا في طاوة راح نحط فيه سكر ونكرمله زي لما نسوي الكريم كراميل. عندي هنا صينية ألمنيوم، هي أفضل شيء لخبز الكيك زي ما اتفقنا دايما. دهنتها بالزيت من الجوانب أو زبدة زي ما تحبوا، وكمان حطيت في القاعدة من ورق الخبز زي كده، وبس اتكرمل. السكر راح نحطه هنا، ولا تخلوه مرة غامق حصير الكيكة وحشة، خلوه كده لونه أشقر حلو. شايفين ده اللون الحلو اللي أقصده؟ راح نشيله وعلى طول بسم الله الرحمن الرحيم نصبه في الصينية. نوزع السكر في كل الصينية زي كده ونخليها على جنب إلين يبرد شوية. انتبهوا تمسكوا الصينية بيدكم ترى تصير مرة حارة، الألمنيوم مرة ينقل الحرارة بسرعة. خلاص نبدأ المرحلة الثانية. الخطوة الثانية عندي هنا مواد جافة، دقيق منخول، بيكنج باودر وملح، نخلط كده على السريع ونخليهم على جنب. في خلاط الجك راح نبدأ نحط البيض. عند البيض المفروض انه لو كانت البيضة كبيرة 3 بيضات، بس عشان البيض عندي صغير حطيت 4. اهم شيء عشان ما لخبطكم كبير صغير ما ادري ايش، شوفوا مقدار البيض يكون لما تحطوه يكون زي كده 3/4 الكوب، شايفين؟ عشان ما تتلخبطوا حطوا البيض زي كده بدون ما تخفقوه ولا شيء. لما يوصل 3/4، سواء لو وصل 3/4 عن 3 بيضات تمام، ما وصل زيدي بيضة ونحطه في الخلاط. بسم الله. الزيت وعصير الأناناس حق نفس الأناناس المعلب، ما تبي تستخدمي حق الأناناس المعلب استخدمي عصير أناناس من الجاهز. عندي سكر وآخر شيء فانيليا، ونخلطهم مرة كويس وارجع لكم. ونصب الخليط اللي خلطناه كويس فوق المواد الجافة ونخلط في اتجاه واحد من فوق لتحت لين ما يتجانس الخليط، ولا تبالغوا في الخلط عشان الكيكة تفضل هشة معانا وما تلبد، يعني ما تصير كده ملكمدة بدون هواء. خلاص زي كده خليط الكيك صار جاهز، ونبدأ نجهز الصينية. للاحتياط رجعت بخيط زيت في الأطراف، ونبدأ نرص الأناناس المعلب في الصينية. ما أدري إذا أنا قلت لكم مقاس الصينية كم، مقاسها 10 إنش تقريبا، 10.5، ممكن تستخدموا 9 لو ما عندكم 10. نسوي مساحة صغنطوطة حق واحدة حبة، بقيت حبة حاكلها بالعافية. خلاص زي كده دحين راح نصب الخليط ده هنا، والفرن طبعا أنا مشغلته من قبل تقريبا ساعة لأنه البيت عندي بارد، فتقريبا ساعة مشغل الفرن على 180 من تحت بس بدون مروحة. بسم الله. ونخبز الكيكة إلين ما تدخلوا العود حق الشوي أو عود الأسنان أو سكينة، وتطلع معاكم يطلع معاكم نظيف.
ما يكون لاصق فيها كيك. أخبزها وأرجع لكم. وهذه الكيكة بعد ما استوت ترى هذا لونها عشان السكر المكرمل اللي تحت، فصار لونها زي كده، ولا هي حتى شوفوا الوقت ما غلق. قعدت تقريبا 40 دقيقة 43 دقيقة واختبرتها، ودحين وهي حارة على طول راح نقلبها في الطحن عشان السكر لا يلصق في الصينية. ما شاء الله تبارك الله، شفتوا كيف لما قلت لكم في البداية السكر مرة انتبهوا انكم تخلوه لونه مرة حلو عشان وجه الكيكة يصير كده حلو. شوفوا ورق الزبدة لصق في الصينية، عشان كده انا حطيت ورق زبدة، فعشان لما اقلب الكيكة تنقلب معايا بكل سهولة ويكون لونها حلو. الحين راح نخليها تبرد وبعدين تصير جاهزة للتقديم. وبالعافية. بعد ما بردت الكيكة دحين نقدر نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم، وأوريكم هشاشة الكيكة من جوا. نقطعها وارجع لكم. هذه الكيكة لازم تجربوها، مو طبيعية من كتر ما هي طرية ولذيذة وسكرها مرة موزون.